في إحدى ضواحي العاصمة قابلنا آمنة خبيرة في النوع الاجتماعي. العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف المالي والاقتصادي، وزاد عنا العنف مورال، معناتها لي ديفيكولتي، معناتها لي فيولونس مورال، دونك لاخسيلمون، كيما تقول انت كيفاش واحد يقزم المراه، كيفاش ما يحترمهاش، كيفاش هذوما الكل نتعرضوا لهم في حياتنا اليوميه ونلقاوهم معناتها في لانفيرونمون نتاعنا، في الدار، في الشارع، في الخدمه. نلقاو اللي في الوقت اللي المراه باش تدخل موطن الشغل نلقاها هي اللي اقل، معناتها المراه هي اللي سوغو بريزونتي. علاش؟ على خاطر فما دي فران تاع سوسيو، وفما دي ستيريوتيب، وفما لي بريز دو ديسيزيون جينيرالمون يخطوهم رجال. هو سي ان كونتكست معناتها جينيرال، فهمتني، جلوبال، كيفي كو العنف موجود. فما الطبيعه، فهمتني، يقول لك مثلا الشخص في حد ذاته، زيد الريفيرونس اللي هو شكون بوه، كيفاش كان هو مع امه، كان يسيسها، كان يعاونها، كان يساعدها باش هي تتميز. معناش احنا في الثقافه نتاعنا حاجات هكا، فهمتني، ديما المراه لازم تشد بلاصتها، تركح، تربيتنا بيدها فيها مشكل. بعد كيف تلقى انت للبنات ولات تقرا، ولات ثقفت، ولات تعلمت، وتحب تخرج، والدين يقول لك لا، انا نحبك ترجع للبلاد، انت كملت قرايتك. يزي هو يعاونها برشا مثلا باش تمشي تعمل تقرا، هذا فورما من العنف، هذا نوع من العنف بالطبيعه، فهمتني. واحنا راهو ما عندناش ستاتيستيك في تونس، ما نجم نقول لك اللي ستاتيستيك في فرنسا، اللي من نهار 1 جانفي 2019 لليوم فما 36 مراه ماتت، 39 فيمينيسيد مات، معناتها مراه ضربت وماتت من العنف الجسدي اللي صارت تقولها رجلها ولا قريبها، فهمتني. يظهر لي فما برشا حاجات نجمو نعملوها، وهي التوعيه كبيره، ونجمو نعملوها من صغار السن نتاع الشباب نتاعنا والصغار نتاعنا، على خاطر هما اللي عليهم عن عليهم قدره باش نجمو نطرقوا، معناتها نعملوا لهم اطار، نعطروهم في اطار يكون ملائم باش نجموا العباد تتعايش مع بعضها. تامس هي جمعيه تونسيه للتصرف والتوازن الاجتماعي. اعضائها اختاروا انهم يخدموا على عديد المشاكل اللي تهم التوانسه، ومنها العنف ضد المراه. كلنا موعد معاهم وقابلنا مدام يسر وحبينا نسالوها في الموضوع. انتوا منين تجيبوا الفلوس؟ ملي باير دو فون، ملي باير دو فون اترانجي والا حتى توانسه. نخدم شكون لي بارتنير المهمين نتاعك؟ لي بارتنير عندنا وزاره المراه، نخدموا معاها برشا، عندنا الشؤون الاجتماعيه نخدموا معاها. شكون الفلوس يجيو من باير دو فون؟ لي باير دو فون مش لي بارتنير اترانجي، كيما الاتحاد الاوروبي، كيما صندوق العالمي للسكان، اليو ان اف بي ا، لونيون ناسيونال دي فون بور لا بوبولاسيون، لامباساد امريكا. زيدا نخدموا مع عندنا بروجي كبير على الفيولونس مع السفاره الامريكيه، توا مازال كيبدا العنف. مش كان ما تجينيش كان المراه اللي ماكله تريحه، تجينا فات المراه اللي ماكله تريحه، لكن تجينا زيدا المراه اللي تعاني حتى من العنف المعنوي، معناها رجلها ديما يكش عليها ويقولها كلام مش باهي. جينا زاد المراه اللي تعاني من العنف الاقتصادي، فكلها شهريتها ولا خرجت تخدم في السيف. زاد فما زوز انواع في العنف الاقتصادي، يا اما تخدم يفك لها شهريتها، فما انسان ما تحبش تخدم، ولا فما خدمه تساعدهاش يفرض عليها باش تخرج تخدم بالسيف. كي تجيكم المراه اليوم هنا كيفاش تتعداو معناها بالمراحل باش انك تاخذ بيدها وتعاونها وتنصحها تسمحها؟ بالضبط، نبداو بالليكوت اكتيف، هذيك اول حاجه نعملوها. دونك كلكو سوا المراه منين تجينا، خاطر تصير الاورينتاسيون من المؤسسات العموميه ولا من جمعيات بحذانا. انتوا في المنار، دونك يجيكم الكرون تونيس؟ يجيونا من الكرون تونيس في المنار، لكن عندنا زاده في القروان، نخدموا في القروان، لكن في المنار يجيونا نسمعوها. نبداو تتعدى بالليكوتونت، تاخذ عليها لي رونسينيومون الكل، تسمع حكايتها بالضبط، تقيد عليها وتشوف شنو لي بيزوان نتاعها، هي اش مستحقه من الاول، خاطر انا ما نجمش نفرض عليها حتى خدمه من الخدمات اللي عندي. معناها النجم انا نرى للمراه هذيك مستحقه سويفي بسيكولوجيك ايميديا، لكن هي ماهيش مقتنعه باش تعمل سويفي هذاك، تو تقول لك نحب نرى لافوكات. باهي، لكن مادام انه المراه المتعرضه للعنف مشكلتها الكبيره انه ساعات يبدا عندها صغار،
ومثلا كي ترجع للدار بعد ما جيتكم انتم هنا، كي ترجع للدار في الليل باش تتعرض للعنف، واولادها وين باش تخليهم؟ بالضبط. كي تنصحوها تقول لها يزمك تشوكيت الدار ايميدياتمون، تقول لك انا كيفاش نعمل واولادي وشكون يصرف عليهم اولادي؟ بالضبط، هذيك المشاكل الكبيره اللي عندنا، وهيك تروح اكيد باش تزيد تاكل تريحه. دونك احنا نبداو معاها لو سويفي ستيب باي ستيب، بشويه بشويه. دونك نخدموا على نفسيتها باش هي تفيق، اللي هي قد ساعات تجيك امراه تكفي تريحه وما هيش واعيه اللي هي متعنفه، باش هي تخلط تاخذ ديسيزيون، اللي تولي هي كونسيونت تبدا تلقى الحلول لروحها، تقول لك انا نجم نمشي بحذا امي ولا نجم نخرج، يلزمني نخرج راني ما عادش نجم نقعد. تنجم مرات تقول لك انا ما نخرجش، هذيك داري كان نخرج تو يخرجني منها جمله. تنصحوها بالحل القانوني؟ تعرف فما قانون يحميها؟ تقولوا لها وعيوها ونجيبوا لافوكات، نبعثوا لافوكات ولا جهه لهنا تخدم معاها من الاول، تبدا كونسي جوريديك، خاطر اغلبيه النساء تجيك تحب على النفقه من الاول، تجيك تحب على الافوكات، تحب على النفقه وتحب على الاولاد وكل شيء. اغلبيه النساء اللي تجينا ما تعرفش القانون ايش فيه، دونك تحكي معاها الافوكات وتقول لها واش يلزمك تعمل وهاو كيفاش تنجم تعمل. في بعض الحالات النساء اللي ما عندهمش لي مويان نحنا ناخذوا اون شارج القضيه نتاعها، خاصه في النفقه، خلصوا المحامي، خلصوا المحاميه. اي تعاونوا المراه مثلا، انا محتاجه ميكرو بروجي مثلا، تنجم تعاونوها. يعطيك بالضبط، هذه برمي لي زاكس اللي البوان فور اللي عندنا في تامس، على خاطر انتم تامس ممكن تلاقيين برك بالفيولونس. بالضبط، انتم جمعيه للتصرف والتوازن الاجتماعي. يعطيك الصحه. دونك التوازن الاجتماعي ذاك كيفاش باش نلقاوه؟ كي المراه تولي اوتونوم فينونسيغمون، كيفاش تولي اوتونوم؟ يا اما تلوجوا معاها على خدمه إذا كان عندها شهادة ولا عندها صنعة، يا إما كان عندها صنعة نحلو لها مشروع وتحب تحل مشروع، وكان ما عندها حد شيء نعاونوها تعمل صنعة ونكونوها في حاجة تحبها هي، ومن بعد نعملوا لاكومبانيومون والكوتشينغ حتى لتبعث للمشروع نتاعها. المرأة المتعرضة للعنف هي ديما عند الناس هي المرأة الزوالية اللي راجلها يخدم كل يوم ويصور قوت النهار وعندها أولاد وظروفها ماهيش؟ لا سي با فري، فما المراه الطبيبه الكادر، فما الطبيبه، فما الافوكات، وجيتنا لوتيس دولير، وجينا زواليه بالطبيعه اللي ما عندهاش وين تمشي. اللي لاباس عليهم يجيو بور دي كونساي سورتو، با بور لا بريز اون شارج. يجيك يقول لك قول لي كيفاش يلزمني نعمل، وتمشي خاطر هي لا لي مويان تمشي تريقل امورها، ونقعدوا نحن البريز اون شارج للمراه الزواليه اللي ما عندهاش الامكانيات. قبول المراه المعنفه يبدا باستقبالها. قل علي جيتنا انت؟ مرحبا بك، علي جيتنا؟ عايشك. جيت نحبكم تعاونوني، معناتها في اولادي في مشكلتي، على خاطر شنو مشكلتك انت؟ تعرف انك شنو نعملك؟ بون انا تعرضت للعنف، العنف الجسدي والمادي واللفظي. راجلك؟ اه داكور. بي بون دخلني في امور شيكات، فهمت، وفكين فلوس، وعرفت يحب يسيطر على كل شيء. اها، وانت شو عملت؟ بون من الاول عطيته، انا ما كنتش معناتها في بالي باش يغدرني كيما هكا، ومن بعد وقت ما حب ما عادش نعطيه شيكات ولا يضربك ويعنسك ما مطردني جمعه كامله انا وولادي في الشارع. لا مش توا نحكي لك، طردني معناتها. ما شكيتش؟ لا شكيت. بعد الاستماع للمشكل يجي دور الجانب النفسي. انا مدام غاده برباري، اخصائيه نفسانيه. دونك انا باش نحاول نعاونك، باش نسمع حكايتك والقلق اللي انت متقلقته، باش نحاول نتخطاه مع بعضنا القلق نتاعك، نحاول نعاونك. جيت لهنا حبيتك تعاوني في اولادي، على خاطر تعبوا برشا من تصرفات بوهم، من العنف اللي يشوفوا فيه في الدار. انا عندي الوليد الكبير تقلق برشا في القراية، مما ولا يوصل لسي ما يدخلش. وبعد يجي دور الأخصائية الاجتماعية. منيا شنو حوالك؟ الحمد لله خير شوية توا؟ خير الحمد لله. باهي منيا، جاني الدوسي متاعك من عند الأخصائية النفسية ولقيت فيه العديد من المعطيات، لكن الحقيقة فما برشا معطيات نحب ناخذها من عندك أنت. ولدها انقطع على الدراسة، اللي هو في عمر
لازم يكون في قداش عمره؟ عمره 14 سنه لازم يكون في المدرسه. دونك هوني انا كي شفت الدوسي نتاعها لقيت اللي فما اولويات لازمنا احنا ندخلوا فيهم، ومن واجبنا ان نشعروا مندوب حمايه الطفوله بالحاله هذه، على خاطر الطفل زاد ما عنده حتى ذنب في العلاقه هذه المتوتره. نحاولوا نطوروا لو ماكسيموم لي ميكانيزم البوزيتيف اللي موجودين فيها، ثقه في النفس، تحاول تعتمد على روحها، تخرج من العنف اللي هي فيه. نحاولوا زاد ندمجوها انها تتعلم صنعه، انها تعمل حاجه جديده تفيدها باش تخرج زاد من باش تحقق الاستقلاليه نتاعها الماديه، خاطر اثبتت العديد من الحالات اللي تكون مستقله اقتصاديا تنجم تخرج بيان سور من يفرق برشا معها، بيان سور يفرق وتنجم تحقق استقلاليتها واستقلاليه اولادها. فما سؤال اللي هو يطرحوه النساء اللي يتعرضوا للعنف، معناها يقول لك نمشي للجمعيه يعني كيما تامس انتوما، ولا نمشي نشكي ونمشي نعمل البروسيدور القانونيه، ولا غيان امبيش لوتر؟ شوف، هو القانون اللي جاء مؤخرا هو راهو نتيجه نضالات كبيره نتاع العباد النساء ولا العباد ولا المجتمع المدني، وحتى الرجال اللي خدموا برشا في منهضه العنف ضد المراه، وجاء كتتويج يعني. اما نشوف كاخصائيه اجتماعيه مش هو الحل الاول، خلينا نحاول نصلحوا الامور شويه بشويه. أوكي. نتعاونوا مع بعضنا كمجتمع مدني وكمؤسسات عموميه زاده في كيفيه الحد من الظاهره هذه، ومن بعد اذا كان ما لقيناش حلول اكيد باش نلجؤوا للقضاء اللي هو باش يكون الفيصل في الحكايات هذه الكل، لكن ماهوش هو التمشي الاولاني حسب رايي. ساعات تسمعوا الزوج انتوما؟ ساعات في حالات باسكو نعرفش المراه المعنفه تقبل انكم تسمعوا تقترحها عليكم، تقول لكم بتاتر فما طريقه ولا فما تيران دونتونت ولا؟ هو احنا لا ما نجموش نتدخلوا مع الزوج، على خاطر الحدود ولا حدود نطاق تدخلنا ديما يكون مع المراه اللي هي ضحيه العنف. علاش؟ علاش؟ على خاطر هذه ستون استراتيجي كامله نتاع بروجي، ما نجمش نعطيك انا دي ديتاي، بوتيت يوسف تعطيك بلوس دو ديتاي. اذا كان الوضع يسمح علاش لا؟ مثلا ساعات تلقى ما نعرفش راجل في تكوين ولا مستوى معين ولا يقبل، ما عادش يقول لك انا غلطت مثلا وعنف مرته ولا حاجه، ويقول لك نحب مثلا انه الجمعيه تعاوننا ككوبل، بون سي با اون ثيرابي دو كوبل، مي تعاوننا الزوز باش انا نلقاو حل. هو شوف، هو لي ديال ان ندخلوا بوغ لي دو مع المراه اكيد، على خاطر هي اسره لي ديال لي دو لي دو، على خاطر الراجل زاد عنده العديد من الاسباب اللي تخليه يعنف. صحيح معناتها، لكن احنا puisque on travaille tams في البروجي هذا avec les femmes peut-être on sait jamais on peut faire un projet pour les hommes اي لكن لي ديال ان ندخلوا للبو وللام. هذه بشرى بالحاجه حميده في قاعه المكياج تستعد للحديث عن الموضوع، هي عضوه في مجلس النواب، محاميه وناشطه في المجتمع المدني. بشرى ده بيروي مش بيروك شو قد لك شجعت؟ لا 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 بيزيلش، اليوم عندي حق نرجع، أنا ما نش نرجع للمحاميات للسياسة باهي. أحنا نحكيه اليوم على العنف ضد المرأة، أنت خدمت برشا على الموضوع هذا. أي خدمت في جمعية نساء ديمقراطيات، معناها بالإصحاب النساء ضحايا العنف لدى المحاكم، خاصة عديد عديد من قضايا أطفال والنساء. علاش العنف ضد المرأة موجود عنا في العالم أجمع؟ مش أي أكيد في العالم أجمع، على خاطر شنية هو؟ علاش نقولوا احنا العنف المؤسس على التمييز بين المرأة والرجل؟ اش معناه؟ المجتمع يخلي فكرة لدى الراجل ولدى المرأة زادة أنه الراجل عنده الحق باش يسيطر عليها، وأنه هو أقوى منها، وأنه هو عنده الحق باش يراقب حياتها. معناه هو التمييز، وطالما مازال تمييز في المخ ولا في القانون ولا في الممارسات، العنف موجود. والأكبر دليل فما حتى بلاد ما قضت عليه نهائيا. باهي، احنا اللي قابلناهم من سالي هما تعرضوا للعنف ديما تلقاهم عندهم جهل بالقانون، القانون كأنه ما فماش كوميونيكاسيون عليه، باش انه الناس المتضررين وهوني نساء يعرفوا حقوقهم وين. صحيح، هو العام ساعة باش نكون واضحين، لي عام من القانون ولا قبل التطبيق، لكن تعريف النساء به وحتى الأطفال، حتى الصغير لازم يعرف حقوقه، والأطفال معنيين بالعنف شوية، خدمة شوية. المجتمع المدني قام بجزء،
الإعلام قام بجزء من العمل والدولة اليوم فما برشة حاجات خسرت ونجمش من التفاصيل. فما مراكز استقبال في عديد مراكز الأمن، فما في المحاكم اليوم عنا خلايا مخصصة للنساء ضحايا العنف، ولات عنا مراكز أكثر مقبل زادة متاع إيواء للنساء، فما منهم على مستوى جمعياتي 100%، فما شراكة بين الدولة والمجتمع المدني، لكن شوية. لكن المرأة تخاف من القانون بشرة، يعني المرأة تقولك القانون أي معناه نشكي أنا براجلي وبعد شكون يصرف على أولادي. يعطيك الصحة. فما اللي تخاف على خاطر ما تحبش الفضيحة. فما اللي تتصور نفسها كأنها هي معناه عندها شعور كأنها عندها. حتى اللي خذيناهم احنا وطيمونياش كلهم فيزاج كوفير معناه. فما اللي تخاف من المجتمع. فما اللي عندها مشكلة نتاع عدم استقلالية اقتصادية، هذاك علاش أنا نقول الاستقلالية الاقتصادية نتاع المرأة أهم حاجة. إذا المرأة تبدا عندها الإمكانيات باش تعيش ما تخافش. وفما معناها الموضوع هذا، وفما زاد موضوع زاد حتى لأنه المرأة ساعات هي بدها تستبطن وتتصور اللي عادي جدا معناها العنف، ومع العلم انه فمش كان العنف الزوجي راه حتى نحكيو توتي على العنف الزوجي. الزوجي اما فما مثلا تحرش جنسي تقول لك يطردوني من الخدمه، تقول لك زملائي انا ننظروا لي نظره كيفاش نولي انا مالا شنو راني كل حاجه فهمت مانيش انا تعرف معني برشا انواع تاع عنف. وبالنسبه لي الاستقلال الاقتصادي من اهم شروط باش المراه تنجم في صوره انها تتعرض للعنف تحس روحها اقوى، والمجتمع زاد عنده دور. راه ساعات في الشركة ولا في الإدارة والناس كل تعرف اللي مثلاً فما فلان متحرش عن نساء، وحتى إنسان ما يشكي وحتى كي واحدة تتجرى فعود يدوروا عليه هو يدوروا عليها. ساعات شو يخافوا زي الإنسان تقولك نشكي وكذا وبعد نخسر قضيتي. أهم شيء أنه يتصلوا بالجمعيات. بالجمعيات إذا ما تنجم عندها الجمعيات تحاول فماش مرضى اجتماعية تحاول في المنطقة متاعها شنو عندها، وإذا هي بالحق في وضع خطير يلزمها تمشي للحاكم ويلزمها الحاكم ما عنده الحق وكي جمهورية وتمشي للمركز، لأنه حتى قاضي الأسرة عنده الحق باش يتدخل. لازم نعرف قاضي الأسرة اليوم في بالنسبة للعنف الزوجي ينجم يتدخل وينجم حتى يلزم الزوج نحكيو توا على العنف الزوجي أنه يخرج من الدار ويخليها.